لي كده يا سيكو. كويس اللي جيت وما اتمسكتش بالعربيه. زكريا طمني، الظابط جرى له حاجه؟ ما لا انا جرى له حاجه ولا ما جرالوش، انا خايف بس يكون خد نمره العربيه. ايه يا حيلك، لو خد نمره العربيه لو لمح طرف منها كان زمانها موجود علينا دلوقتي. طب وبعدين يا جماعه؟ احنا لازم نتصرف، لازم نخلص من الورطه دي ومش هنخلص منها الا اذا مشيناها من هنا. تعالي معايا انا همشيها. بقول لك ايه؟ مش الوقت لازم نهدى شويه لغايه ما الامور تهدى. انت شايف كده يعني؟ ليه؟ حرام عليكم، سيبوني امشي. انا مش هطلب ولا كلمه، مش هقول ولا حاجه، انا ما اعرفكوش، ما شفتكوش، ما حصلش حاجه، بس سيبوني امشي. انا خلاص تعبت، مش قادره. بس تاكل من الكلام دوت. بس ارجع يا معلم، كنت مش جوزت وخلاص، عايزين منها اكتر من كده. حرام بقى دول التعبت. هتمشي بس مش دلوقتي لما الامور تهدى، وبعدين نسيبها، وبعدين مش لازم نركب العربية دي الوقت، فاهمين؟ عيني ركبناها يا اخي، انا من بكره اجيب عربيتي، بس المهم خلصوني بقى من الورطة دي. بتزعق ليه؟ ما هو يا زكريا كتاب حياتي يا عيني.